أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير. والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد لأوائل التوجيه ضرورة اختيار تخصصات مناسبة لسوق العمل. إعادة تدشين كنيسة القديس يوسف في الروب الملكي الكاثوليك في الأشرفية. الأخت سارة غنيم رئيسة جديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن. كنيسة الخضر في السلط معلم ديني هام يرتبط بمسار السلط التراثي. وفيها أيضاً الحوار في الأسرة والمدرسة في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا على غباء أهل غلاطيا، وقال: واجه بولس الرسول أهل غلاطيا واصفاً إياهم بالأغبياء، لأنهم من دون أن يدركوا كانوا قد خطروا بأن يفقدوا الإيمان بالمسيح الذي قبلوه بحماس كبير، وكذلك لم يدركوا أن الخطر هو في فقدان الكنز الثمين، أي جمال ما هو جديد في المسيح. لذلك وجه إليهم بعض الأسئلة بهدف زعزعة ضمائرهم. كان هدف بولس هو وضعهم في مأزق حتى يدركوا المخاطر ولا يفتنوا بأقوال الذين يقودوهم إلى تدين قائم فقط على التقيد الصارم بالتعاليم. فهم أهل غلاطيا جيداً ما كان يشير إليه الرسول، لأنهم كانوا قد اختبروا عمل الروح القدس فيهم وفي باقي الجماعات، الروح القدس الذي يمنح المواهب ويجري المعجزات. كرم جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله أوائل الثانوية العامة، وهنأ جلالته خلال استقباله الطلبة المتفوقين على نتائجهم المشرفة، رغم أن الظرف لم يكن سهلاً بسبب جائحة كورونا، معتبراً أنهم يمثلون قدوة لشباب الوطن وشاباته. وأكد جلالة الملك أهمية اختيار الطلبة للتخصصات التي تتناسب وسوق العمل، ووجه جلالته شكره إلى أهالي الطلبة والمعلمين والمعلمات على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لاستمرار العملية التعليمية رغم أزمة كورونا. هذا ونلفت انتباه السادة المشاهدين إلى أن برنامج صباحكم نور قد خصص حلقة هذا الأسبوع حول ذات الموضوع. التقى سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن وفداً رسمياً من جامعة الشرق الأوسط بحضور مدير عام مدارس البطريركية السيدة لين مدنات، وذلك في دار المطرانية بعمان. وخلال اللقاء الذي شارك به السيد أيسر النمر مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة والآنسة أستر طوال من عمادة البرامج الدولية في الجامعة، دار الحديث حول بحث سبل التعاون والتنسيق بين المطرانية والجامعة ومدارس البطريركية والعمل على نقل التجربة الناجحة للجامعة مع الطلبة عبر عقد برامج تدريبية للمعلمين، بالإضافة إلى توفير فرص تعليمية لطلاب مدارس البطريركية. بمناسبة إعادة تدشين كنيسة القديس يوسف للروم الملكي الكاثوليك في الأشرفية بعمان،
ومرور 25 سنة لكهنوت الأب جون حداد راعي الكنيسة. أقيم قداس إلهي ترأسه سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن، حيث تم ترقية الأب جون حداد إلى رتبة ستافروفوروس ومنحه الصليب المقدس. حضر القداس الأباء حكمة حدادين وخالد شعبان ونادر سووق وبسام شحاتيت، والنائبان عمر النبر وهاي العياش، وحشد من أبناء الرعية وأهلي وأصدقاء الأب حداد. لسنين كثيرة يا سيد، لسنين كثيرة يا سيد. وصلت إلى لبنان طائرة أردنية خامسة تحمل مساعدات غذائية وطبية إلى بيروت، وأفادت المصادر اللبنانية بأن هذه الطائرة تأتي ضمن جسر جوي إغاثي تسيره الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وتحمل على متنها مواد إغاثية وإنسانية أبرزها مادة الطحين، وذلك بعد تضرر صوامع القمح في مرفأ بيروت. وكانت الهيئة الهاشمية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني قد أرسلت خلال الأيام الماضية 4 طائرات تحمل أدوية ومستلزمات طبية لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق. احتفلت الرهبنة الكرملية في الأراضي المقدسة بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب بواردي، وقد ترأس غبطة البطريرك بير باتيستيا باتسبالا بطريرك القدس اللاتين الاحتفال بهذا العيد، وذلك في خيمة بستان دير الكرمل في بيت لحم. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب، أقيم قداس احتفالي في باحات كنيسة الكرمل في بيت لحم، ترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وبمعاونة المطران مار قدسو ولفيف من الكهنة، وبحضور عدد من الراهبات الكرمليات وراهبات الوردية وراهبات مار يوسف، حيث ابتدأ القداس بدخول الموكب وسط ترانيم للمرنمة رباب زيتون والعازف لؤي زهر، وبحضور حشد من المؤمنين. وفي عظة البطريرك الذي لخص حياة القديسة مريم بأن حياتها كانت صعبة في البداية لأنها كانت مليئة بالعقبات والعراقيل والرفض اللامتناهي، إلا أنها أصرت أن تكمل مشوارها وحياتها لتسير في مشروع الله لها، فهذه كانت مشيئة الرب لأن تكون بقلب الكنيسة. القديسة تقدم لنا رسالة مع جميع هذه الصعوبات التي يمر بها العالم من مرض وجوع وألم، حيث تقول لنا حينما تكون في تجربة اركع أمام الرب ساجدا في أي مكان كنت وقل في قلبك: يا رب، أكفر بالشيطان وبأعماله ولا أريد إلا إياك. وروحك القدوس حينها ستنتصر على هذه الأهوال. وبعد إعطاء البركة الختامية توجه الجميع إلى بستان الدير، حيث تم حفل الاستقبال وتقديم التهاني للراهبات الكرمليات. We are celebrating today here in Bethlehem the feast of Mariam Bawardi. We all love her because she was a daughter of this land, of Palestine, a Palestinian, and also a daughter of Christ.
and this make her an example for all of us how to live here as Christians, as a Palestinian Christians here in this land, and she's remain an example of stubbornness in God. احنا اليوم بنحتفل بعيد القديسة مريم يسوع المصلوب، وبصراحة الأجواء حلوة لأنه السنة الماضية كان كورونا وما كانش الاحتفال بين الناس. طبعا بنقولكم كلكم كل سنة وانتم سالمين. القديسة هاي هي شفيعة السلام في الشرق الأوسط في بلادنا، نطلب منها إنها تتشفع لنا للسلام في قلوبنا، في نفوسنا، في العالم، في بلادنا. وطبعا منقولها انه ترافقنا الفترة هاي ودايما لمنه نطلع من هالأزمة ومن هالأوضاع الصعبة اللي احنا عايشين فيها. كل قديس بيعطي فرح، كل قديس بيعطينا رجاء، وكل قديس بيعطينا أمل. فهالقديسة هاي بتعطينا فرح التواضع وفرح انها العدم الصغير. ومعها منقول للكل كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يا رب السنة الجاي بتكون الدنيا فتحت وبتكون العالم كلها رجعت للحياة الطبيعية. كل سنة وانتم سالمين. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الكرمل بيت لحم. تم في المركز اليسوعي بعمان انتخاب الأخت سارة غنيم رئيسة جديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن، بحضور النائب البطريركي للاتين المطران ويليام الشوملي والمرشد العام لاتحاد الرهبانيات في الأردن الأب رشيد مستريح وعدد من الرئيسات من مختلف المؤسسات الرهبانية. كما تم انتخاب الأخت سيسيل حجازين سكرتيرة جديدة للاتحاد، والأخت ميسون ريحاني وكيلة جديدة للاتحاد. اليوم بالنسبة لي يوم كبير، يوم عظيم جدا، يوم اللي وضعت الرهبنة أو مجموعة اتحاد الرهبانيات وضعوا ثقتهم فيي، فبشكر ربنا على هاي الثقة وبطلب منه أن يعطيني النعمة أن أكون قد هاي الثقة وقد هاي المسؤولية. بشكر اتحاد الرهبانيات في الأردن، بشكر الأباء، الأب ماركو الرئيس العام للاتحاد في القدس، بشكر الأخت برونا ايضا الرئيس العامه، بشكر القدس الاب رشيد مستريح اللي وضع ثقته ودعمنا على طول الخط في التطوير وتنميه الاتحاد في الاردن. حابه اشكر اليوم كل الرهبات اللي كانوا موجودين معنا في الاتحاد على ثقتهم الكبيره اللي حطوها فيا. بطلب من ربنا انه يعطيني النعمه الكافيه حتى اكون قد هاي المسؤوليه وقد هاي الثقه، واخدم بتواضع، أخدم بمحبة، وأخدم بفرح. بشكر نورسات اللي أقاموا بتغطية هذا البرنامج، ربي يباركهم ويوفقهم. تم الانتخاب بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي الجزيل الاحترام ومرشد الاتحاد الأب رشيد مستريح، وبحضور المندوب عن قداسة البابا بالقدس أبونا ماركو وسر برونا وسر فيجيتا وسر بيا من القدس من خلال تقنية زوم. فتم الانتخاب بعد الصلوات وتقديم التقرير لمدة 3 سنوات. تم انتخاب رئيسة جديدة الأخت سارة غنيم، بنبارك لها باسم كل اتحاد الرهبانيات بالأردن، والسكرتيرة الأخت سيسيل حجازين أيضا بنبارك لها، والوكيل المالية الأخت ميسون من رهبات الدوروتية بنبارك لها باسم كل الرهبانيات. ومن خلالكم بحب أشكر الأعضاء الرئاسة القديمين الأخت سيسيل والأخت سناء سماوي والأخت وجدان ما قصر ب3 سنين. بشكر رهبنتي الوردية اللي هي دائما الداعم الأول إلنا، كانت داعمي أول داعم إلي أنا كرهبة وردية، كنت رئيسة سابقة، كانت هي تدعمني بكل شيء. بشكرها وبشكر كل الرهبات على هاي الثقة اللي منحونا إياها اليوم، وإنتوا كمان شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن أخواتنا الرهبات، نعمل لخدمة الكنيسة وأهم إشي للدعوات الرهبانية والكهنوتية. شكرا لكم والله يعطيكم ألف عافية. على صعيد آخر، قدم غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسبا على بطريرك القدس للاتين التهنئة للأم صوفي حتر لانتخابها رئيسة عامة لرهبانية الوردية. كما استقبلت الأم حتر في دير الرئاسة بالقدس سيادة المطران حنا عطلة من الكنيسة الأرثوذكسية، حيث قدم سيادته التهنئة لها بهذه المناسبة وأهداها أيقونة السيدة العذراء الأورشليمية.
واختتمت الزيارة بالصلاة ومنح البركة للرئيسة العامة والراهبات. كما استقبلت الأم صوفيا حتر وفودا من المهنئين من مختلف القطاعات الكنسية والمؤسسات الدينية والأكاديمية. ألقت الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن محاضرة في مطرانية الروم الكاثوليك بعمان بعنوان الإعلام ورسالته في المجتمع، وتناولت في المحاضرة التي شهدتها أخوية المعونة الدائمة لرعية القديس جوارجوس أم السماء نشاط فضائية نورسات على الساحة الأردنية في مختلف الميادين، وتركيزها بصورة خاصة على البرامج المحلية والأنشطة الكنسية، مع حرصها على نشر المحبة والتسامح والإيجابية في حياتنا البشرية المرتبطة بتعاليم السيد المسيح. ودعت السمعان في محاضرتها إلى ضرورة تطبيق هذه التعاليم عملياً في واقعنا الحياتي. انبسطت اليوم بصراحة بلقائنا مع أخوية كنيسة الروم الكاثوليك بمنطقة أم السماق نحن، وكان اللقاء عن الإعلام ورسالته في المجتمع، فتحدثنا كمان عن رسالة الإعلام كنورسات وخدمة نورسات في المجتمع من حيث النشاطات اللي بتقوم فيها نورسات بالإضافة للإعلام، مثل مثلا جروب بازار الرحمة اللي بتعمله نورسات كل عام، لكن قطعنا خلال فترة الكورونا، إن شاء الله هاي السنة بنرجع ومنحي البازار مرة تانية طبعا ضمن الإجراءات الصحية اللي متبعة. تاني شيء كان لقائي مع الأخوية نحكي عن الإعلام، كيف إنه الخبر الكنسي ومدى تفاعلنا على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون يسوده روح المحبة وروح التسامح روح الإيجابية في الحياة، كون إحنا منعيش دائما صعوبات وألام في حياتنا، فنحن بحاجة لكلمة تشجعنا وكلمة تعطينا الأمل في هذه الحياة، وكيف دائما يكون كلامنا مرتبط بتعاليم السيد المسيح اللي إحنا نتعلمها، إذا ما جسدناها بحكينا وبحياتنا بيكون كلام على الفاضي. الإعلام لازم يكون منتج إن كان روحياً إن كان أيضاً حياتياً، مسيرة حياة، الكلمة ربنا إذا ما منعيشها بتصير كلمة فارغة ما إلها معنى. فبتمنى إنه من الجميع إنه بيتابع مواقعنا الإلكترونية، عنا موقع إخباري نورسات جو.org، وعنا أيضاً جوردن وورد وموقع إخباري تاني، وأيضاً عنا برنامجنا الصباحي صباحكم نور اللي نحكي فيه كلمة روحية زائد نحكي أخبارنا الكنسية اللي خلال الأسبوع، يعني هو عبارة عن سرد لنشاطات الأسبوعية زائد كلمة روحية من أبائنا الكهنة بيعطونا شرح مثل وعظة أو كلمة روحية تساعدنا للمضي في حياتنا. الأخوية جدا رائعة والسيدات كانوا جدا رائعات بأبونا عماد بواب، شكرا لإله لاستضافته لإلي، فخورة جدا إني أكون بين هالسيدات نقدر نتحاور، وما كانتش محاضرة أكثر من هي حوار بيننا وبين السيدات، عندهم سؤال عندنا جواب معرفة تبادل خبرات. فبشكر كل القائمين على هاي الأخوية، وفعلا سيدات رائعات، وبتمنى أنه يتعمم هاي الفكرة على أخويات كل الرعاية، ونتمنى للجميع الخير والبركة، وشكرا لكم. هذا اللقاء اللي صار هنا في كاتدرائية القديس جوارجوس كان لقاء روحي مع الأخوية، أخوية المعونة الدائمة، وهذا إشي مفتخر. إحنا استقبلنا اليوم الدكتورة باسمة مديرة نورسات، وكان يعني كان اللقاء كثير معبر جدا، حكت بالنسبة للقاء بشكل عام عن أنه ليس ما يدخل القلب هو ينجس الإنسان، ولكن كل ما يخرج من قلب الإنسان هو الذي ينجس الإنسان، وكيف أن المسيح كان هو وتلاميذه كانوا بالحقل وكانوا يتناولون السنابل وكانوا ما يغسلوا أيديهم، لكن إحنا طبعا ليس هذا يعني أن المسيح هو ما بيحبش النظافة إلى آخره، لكن هو يعطينا درس ورسالة حقيقية أنه إحنا
احنا كمسيحيين لازم علينا انه احنا نهتم بما يخرج من القلب، هي الطهارة والكلام الخير بالنسبة لنشر الكلمة، كلمة الله في العالم، وهذا بالنسبة هي رسالة المسيح بالنسبة لنا. وكمان في شغلة مهمة جدا، انه احنا في هذا احنا في الوقت اللي احنا بنعيش فيه ايام الكورونا، وهلا احنا تقريبا ان شاء الله احنا بنهاية الكورونا، احنا ان شاء الله بنعود ايامنا حتى انه نصير زي اول، وانه تعود حياتنا الطبيعية المسيحية الكاملة. هذا ليس انه احنا هلا مش عايشين الكلمة المسيحية، لا، احنا بنعيش الانجيل كل يوم، لكن احنا نفتقر الى اجتماعاتنا اللي كانت تصير الأخوية، ونفتقر إلى حتى إلى النورسات اللي كانت دائما وأبدا تبث هي كلمة الله في إلى جميع الناس. فإحنا رسالة أخيرة، إنه إحنا حاليا إحنا نتمنى هذا الحكي إنه يصير، إنه إحنا نتواصل مع كلمة ربنا يسوع المسيح، وأيضا كمان من خلال رسالة هذه رسالة نورسات، حتى إنه دائما وأبدا حتى أنها تكون معنا، حتى أنها تنقل كلمة الله إلى الآخرين. اليوم أخوية سيدة المعونة الدائمة لرعية القديس جورجس أم السماء استضافت الدكتورة باسمة السمعان، وأعطتنا محاضرة عن الإعلام والخدمة المجتمعية، وكانت المحاضرة كتير قيمة، حكت عن الإنجيل مرقس، عن السيد المسيح وأمثاله بالفريسيين والعشارين، وبعدين حكت عن خبرتها في الإعلام والخدمة المجتمعية، وكيف تطورت النورسات لخدمة المجتمع وللتساعد الناس ولتعطي أفكار كتير حلوة وكتير كويسة، وتساعد الستات اللي بيقوموا بأعمال في بيوتهم وبقدموها في مثل بازار الرحمة، مثل أي إعلانات أخرى كانت تساعد بهذول الأشخاص. بعد مشاركته الأخيرة في مؤتمر التعاون والشراكة ببغداد، زار الرئيس الفرنسي ماكرون كنيسة الساعة في مدينة الموصل، واستمع من مطران الموصل داود متى إلى شرح عن وحشية وجرائم داعش في العراق وقصة تدميره لهذه الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها لألف عام، حيث لا زالت الكنيسة تعاني دماراً واسعاً بعد سنوات من معارك دحر تنظيم داعش، إضافة إلى حرقه لمخطوطات تراثية تعود للقرون الأولى الميلادية. وقال ماكرون خلال وجوده في الكنيسة إن بلاده ستبقي وجودا لها في العراق لمكافحة الإرهاب، داعيا المسيحيين إلى الصمود والثبات في أوطانهم. هذا وتعمل اليونسكو حاليا على إعادة إعمار كنيسة الساعة كجزء من مشروع إعادة الحياة إلى الموصل. على صعيد آخر، أعلنت البطريركية الكلدانية أن غبطة البطريرك رافائيل ساكو شارك في جلسة نقاشية عن نبذ التطرف، وجاء على الموقع الرسمي للبطريركية أن البطريرك ساكو برفقة معاونه المطران باسيليوس شارك في الجلسة النقاشية التي أقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد لمناقشة موضوع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وأشارت إلى أن الجلسة النقاشية كانت نموذجية بحضور وفد من مركز الاعتدال السعودي وممثلين عن الأمن القومي العراقي وشخصيات دينية وسياسية وأكاديمية مختصة بهذا المجال. كنيسة الخضر في السلط هي كنيسة أرثوذكسية تاريخية تقع في حي الميدان بقلب المدينة، وقد تم بناؤها على مغارة أثرية في الفترة العثمانية، وتحديدا عام 1682، وتعتبر الكنيسة حالياً من أهم معالم مسار السلط التراثي، وقد تم تسميتها نسبة إلى الخضر عليه السلام. نورسات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. وهب الله الأردن مكانة دينية فريدة ومتميزة، حيث يسخر بوجود الكثير من المواقع والأماكن المقدسة التي يرتادها الزوار من مختلف أنحاء المعمورة. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في السلط هي واحدة من أهم الكنائس التي لها خصوصية وقدسية في المنطقة،
ليس في قدمها وتاريخها فحسب، بل في المكانة الروحانية والعجائبية التي تحدث حتى اليوم وتتناقلها ألسنة الناس على الدوام. هذه الكنيسة التي تأسست عام 1682، سبب تأسيس هذه الكنيسة هو وجود شخص كان يرعى الأغنام أمام المغارة الموجودة في داخل الكنيسة، وهذا الشخص بدأ يصلي للرب حتى يحفظ كافة أغنامه التي كانت موجودة أمام المغارة، فظهر له القديس جورجوس فجأة وقال له بالحرف الواحد: يا ابني، هذا مكان مقدس، ابني لي كنيسة في هذا الموقع. هذه الكنيسة منذ تأسيسها وهي صاحبة العجائب الكثيرة، حيث أن هذه الكنيسة ظهرت فيها عجائب، وأهم عجوبة من العجائب عندما كانت الدنيا بدون مطر، فكانت النساء مسلمات ومسيحيات يأتين إلى هذا المكان المقدس ويطلبن الغيث من الله، وأثناء الصلوات والتضرع إلى الله من أجل الغيث فجأة يأتي الغيث ويذهبنا إلى بيت المرحوم سعيد أبو جابر الذي كان أيضا بيت كرم وجود، ويقيم احتفالا وعشاء تكريما للسيدات بعد أن يتم نزول المطر، وهذا شاهد، كل الدنيا في هذه المدينة تشهد على ذلك. كثير من المرضى شفوا، هنالك بنت سلنكية كانت مصابة في العمى، وعندما حضرت إلى هذه الكنيسة وقفت أمام المغارة وبدأت بالصلاة، فجأة بدأت بالمنادى على والدتها بأنها تشاهد كل شيء، فاستغربت والدتها وذهبت إلى الطبيب في اليوم الثاني وقال لها بأنها ابنتها قد شفيت تماما من مرض العيون. كثير من المرضى المصابين بأمراض خطيرة جدا وعنا أسماءهم ومعروفين لدينا، شفوا والحمد لله من كل أمراضهم بسبب إيمانهم. الإيمان بالإيمان وبالصلاة الإنسان يحصل على كل شيء. هذه طبعا الكنيسة اللي تفتح أبوابها للجميع، والكنيسة أيضا والحمد لله يعني تضم في هذه المدينة مسلميها ومسيحيها، وهذا هو التعايش اللي بننادي فيه والناس بتنادي فيه. هنا يكون التعايش، هنا الإخاء، هنا المحبة، متواجدين هنا المجاورين للكنيسة، هناك مسلمين ومسيحيين، الطرفين المسلم والمسيحي يحافظ على هذه الكنيسة حتى تبقى شعلة مضيئة أمام المجتمع. المغارة الموجودة هي توصل الكنيسة بقلعة الصلت، حوالي 6 كيلومتر تقريبا ما بين المغارة وقلعة الصلت. هنالك تعاون بين المجتمع وبيننا وبين السياحة، بيننا وبين البلدية، في دائما أن تبقى الكنيسة شعلة. ويبقى لله في خلقه علامات ظاهرة تتمجد الخليقة فيها، ليخرج المكان عن صمته تعبيرا عن رسالة السماء للذين في الأرض.
وافق مجلس النواب الأردني على إنشاء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، وتتمتع هذه المؤسسة غير الربحية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. من جهة ثانية، بدأت بلدية الشونة الوسطى بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة ووزارتي الزراعة والأشغال العامة بحملة واسعة لتنظيف شارعي المغطس والبحر الميت. وقد جاءت هذه الحملة بناء على تعليمات وتوصيات حكومية بضرورة النهوض والاهتمام بالمنطقة القريبة من المشاريع السياحية وموقع عماد السيد المسيح، لكون هذه المنطقة بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات السياحية، خاصة وأن المغطس والبحر الميت يؤمهما آلاف السياح والمتنزهين بشكل يومي، وهو ما يتطلب إظهار المنطقة بصورة مشرفة وجميلة. دخلت الأربعاء الماضية المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لفتح القطاعات والوصول إلى صيف آمن حيز التنفيذ، حيث تشمل الخطة عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله، كما تسمح المرحلة الجديدة بعودة التعليم الوجهي في جميع المراحل الجامعية والمدارس ورياض الأطفال، شريطة حصول جميع الكوادر في هذه المؤسسات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتشترط أيضاً الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد. وتسمح المرحلة أيضاً عودة عمل جميع القطاعات في جميع الأوقات وبكامل طاقاتها التشغيلية. وفي ذات السياق، التحق الأربعاء الماضية 1,145,000 طالباً وطالبة في المملكة بمقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد، موزعون على 7,500 مدرسة حكومية وخاصة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان الحوار في الأسرة والمدرسة، وقد استضاف في الاستوديو الأستاذ رمزي رستم نائب مدير عام كلية تيرا سانتا والطالبة لينا زرقاش، كما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب فرح حجزين كاهن رعية اللاتين فيرميمين، والذي أكد أن الحوار في هذا الموضوع ضروري لتنمية روابط المحبة بين أفراد العائلة ويساعد على حل كافة المعضلات الأسرية. فإلى هناك، هل نتيجة وجود هالبيئة الصحية من الحوار الفعال في داخل الأسرة؟ طبيعي. هلأ الطالب هو عبارة عن إنسان بتأثر بالمحيط الخارجي فيه. نعم. المدرسة بيئة كتير مهمة لهذا الطالب، لازم تكون بيئة صحية تربوية سليمة، إضافة للاستقرار الأسري كتير مهم، والحوار بالبيت ودعم هذا الطالب بالبيت من ناحية سيكولوجية ومن ناحية تنشئة ومن ناحية توجيهه ويحكوا له شو المستقبل بيستناه وشو مطلوب منه، هذا كله عملية يعني حلقة متكاملة بتكمل وبتقدر نجاح هذا الطالب. يعني بالنهاية شو بتزرعي بهالطالب، سواء كنت بالمدرسة أو بالأهل، إذا ما كان في حوار مشترك وكلام مشترك بين الأهل والمدرسة لنفس الأهداف لصقل هذا الطالب، هون صعب تلاقي نتائج. لما يكون في توحيد بهذا الكلام راح تلاقي ثمار زي ما بيحكوا ناضجة ومميزة بالفعل. نعم. وأيضا كمان الحوار ناجح كمان لإعطاء الطمأنينة للطالب خلال فترة التوجيه، فشو أهمية هذا الموضوع كمان؟ شوفي، هلا طبيعة مجتمعنا بيحط على طالب التوجيه ضغط نفسي وسترس كتير كبير. نعم. طبيعة هاي من سنين يعني. نعم. صعب تتغير حاليا. نعم. فهون إحنا دورنا كتربويين بشكل أول وكأولياء أمور إنه نخفف على الطالب وطئة التوجيهي. نعم. يعني إحنا بنحكي دائما ابن التوجيهي هاي السنة مصرية. نعم. لا شك إنها مصرية، لكن مش هالسنة يعني اللي هي ممكن تؤدي لإحباط هذا الطالب، تحميله عبء نفسي زيادة عليه بتنعكس سلبيا عليه. فدورنا إحنا نوجه هذا الطالب ونبين له أهمية هاي السنة مع تخفيف العمل سيكولوجي النفسي لهذا الطالب مشان. نعم. يقدر يبدع ونأخذ منه أحسن ما عنده. نعم. وإنت يعني المسؤول بالمدرسة، أنت نائب المدير العام، فأكيد في عندك التفاعل مباشر مع الطلبة طبعاً. وأيضا يومي. فأهمية كمان دور المدرسة لطمأنة الطلاب. شوفي، الطالب بيطمن من ناحيتين، أولا بالاستقرار النفسي بالمدرسة. نعم. ثانيا لما يكون واثق من المستوى الأكاديمي اللي عم بيقدمه كادر المدرسة لهالطالب. نعم. يعني سواء كنا أونلاين أو كنا وجاهي، دائما طالب، نحكي على ترسنطة، طالب ترسنطة كله ثقة بالستاف. نعم. الأسرة التعليمية، رؤية المدرسة التعليمية اللي هي دائما عم تحقق أحلى الإنجازات وأحسن المعدلات.
فهذا لحاله بيخلق راحة نفسية عند الطالب. نعم. لما يكون في ثقة سايكولوجية وثقة بالمحتوى الأكاديمي اللي عم بتقدم. نعم. فهذا دورنا إحنا دائما نطمن الطالب ودائما نطلع على كل شيء جديد وكل شيء بخدمة الطالب. وفي صراحة دائما أبونا رشيد بيحكي كلمة، طلاب ترزنت رائعين ودائما ما يستحقون الأفضل. نعم فعلا. فبالفعل إحنا بنحاول دائما نبذل جهودنا إنه إحنا موجودين رسالة تعليمية سامية لخدمة هالطالب اللي بده يبني المجتمع لقدام. فهاي هي أهدافنا. أنت تعلمتي عن بعد لينا بفترة كورونا، كيف كانت مرت عليك؟ ما خبطتي راسك قلت لك إيش إجاني على دوري كورونا هلا؟ لأنه إحنا بنسميكم أنتو جيل الكورونا اللي تخرج، جيل، لأنه دورة استثنائية كانت على التوجيه. فعلاً جيل صعب كتير، صعب كتير يعني، حرام يعني، كان بضغط نفسي، ضغط معنوي، ضغط الدراسة، يعني الله يعينه الطالب خاصة في بداية حياته، يعني عم تحكي على عمر 17-18 سنة، يعني لساتهم يدوب طالعين وبدهم يشوفوا حالهم وكذا، واجت الكورونا وضغطت عليهم. فكيف كان تجاوبك وتفاعلك مع هذا الحدث؟ وكمان بدي أضيف، غير إحنا مش بس توجي، إحنا بصف 11 منقدم امتحانات. نعم. مع الكورونا تأجلوا امتحاناتنا، فالعطلة الصيفية بين 11 و12 قضيناها دراسة، لأنه بشهر 10 قدمنا امتحانات صف 11، فعنا جلسات بشهر 1 امتحانات. كمان يعني كل برنامج تغير، يعني سنة ونص لهم يدرسوا. بس نعم. الحمد لله دايما بحكي مدرستنا، الحمد لله الحمد لله كانوا يدعمونا، معلمين معلمات، وسيستر ليليا ومزينة كمان بوجههم تحية، كانوا دائما يحرصوا انه يعطونا المادة كاملة كل التفاصيل. يعني انا النوع اللي بسأل كتير صراحة، يعني انا بس اقرأ المادة وهذا لازم ادقق على كلها، فكان دائما معلماتنا يدعمونا بهاي الاشياء، وكمان اهلي. فالكورونا كانت سيئة نوعا ما، بس الحمد لله بجهود مدرستنا وجهود أهلي والجهود جميعها متكاتفة، يعني الحمد لله حصلت على المعدل. وأنا كمان كورونا المشكلة بشهر كمان كله إجا مع بعض، فوصلت لمرحلة إنه مرات الواحد بكون مبسوط، مرات طبيعي إنه تعبنا، يعني نوعا ما يكتئب يمر من الدراسة، بس كنت أحكي دائما هاي السنة يا بتخلص علي يا بخلص علي. تحدي كتير إيجابي بالفعل، وأنا خلصت عليه. يعني أنا بهنيك يا لينا، بس يعني بدي هيك تعطي نصيحة للي مقبلين الآن، إن كان برنامج الآي جي بدهم ينهوا هاي السنة، وبرضو طلاب الثانوية العامة، تعطيهم نصيحة كصبية أنت عاشت هذا الخبرة، خبرة الدراسة وإنهاء المرحلة الثانوية، وهلا أنت مقبلة على مرحلة جامعية لم نتحدث عنها كمان، إيش بتحكي للطلاب اللي بعمرك؟ بحكي لهم يعني هلأ إحنا بعمر مراهقة وهيك منحب نطلع نشوف الحياة، تمام، بس أعطوا أولوية، دائما خلي أولويتكم، حددوا أولوياتكم، خلي الدراسة من أولوياتكم، الطلعات جاية، المسلسلات يعني جاية لنا عطل، نقدر نعمل أي إشي فيها، بس تعوضوها بالضبط. نعم. ونمل منها. نعم. حتى بس هاي الفترة جدا مهمة، يعني بالامتحانات ادرسوا منيح، فرحوا أهلكم، يعني أنا لهلا يعني الحمد لله فرحتي تضاعفت لما شفت فرحة أهلي بالنتائج الحمد لله. وكمان دائما بحكي الواحد ما بيفيده غير حاله، دائما يعني الواحد يسعى لشهادته، المصاري ما بتهم، الشكل ما بهم، دائما الاشياء الخارجيه ما بتهم الا الواحد شهادته، يشتغل على حاله، ودائما تذكروا لحظه النتائج، هل راح تكونوا خايفين ندمانين لا سمح الله، ولا راح تكونوا رافعين راسكم باذن الله. فدائما اسعوا ولا تملوا ابدا. الحوار في الاسره من بين الامور المهمه التي تغيب عن قاموس التربيه البيتيه والحياة الأسرية عندنا، هي الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، ما يؤدي إلى الجفا وحتى التفكك والضياع. الموضوع مهم ومتشعب، لكن سأختصر حديثي في الأمور الثلاثة التالية: أولا، الحوار بين أفراد الأسرة، ثانيا، أسباب غياب الحوار، ثالثا، مقومات الحوار. أولا، الحوار بين أفراد الأسرة، وهذا يتطلب أيضا ثلاثة أمور: أولا، الحوار بين الزوجين. ظاهرة غريبة نجدها بين بعض الأسر الحديثة، ألا وهي عدم القدرة وعدم الرغبة في الحوار بين الزوجين. ما أصعب الكلمات وما أثقل الوقت
الذي فيه يطلب أحد الطرفين الحديث مع الآخر، مع أن الحوار بين الزوجين هو ضرورة حيوية للطرفين لتنمية الشخصية والحياة الزوجية وروابط المحبة. فالصمت ولا سيما المتعمد هو قاتل للطرفين، وقد يؤدي إلى تفسخ الأسرة في يوم من الأيام. فلا بد إذن من الحوار بين الزوجين حول مستقبل البيت والأولاد ومعالجة المشاكل اليومية. وإذا لم تتكلم المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، مع من سيتكلمون؟ مع الجيران وعابري السبيل؟ إذا لا بد من تخطي الأنانية الفردية والانفتاح على الطرف الآخر. الأمر الثاني الحوار بين الإخوة. كثيرا أيضا ما نرى التنافر بين الإخوة في البيت الواحد، فلا يطيق أخ أن يوجه كلمة إلى أخته أو الأخت إلى أخيها في الوقت الذي فيه لا يتعب هؤلاء من الحديث ومرافقة أولاد وبنات الجيران والحار. قد تقع المسؤولية على الأهل الذين لم يعرفوا أن يخلقوا مثل هذا الحوار بين الإخوة، وقد يكون الحق على الإخوة أنفسهم الذين يبحثون كل منهم عن سعادته الذاتية ولا يفكر بمسؤوليته تجاه إخوته في البيت. إذا الأخت لم تكلم أخاها في البيت الذي يرفض مرافقتها في طلعاته، فمع من ستخرج؟ الإخوة يتقاسمون المسؤولية مع الأهل في بعض التصرفات السلبية لأفراد البيت. الأمر الثالث الحوار بين الأهل والأولاد. هذا الحوار هو وليد الحوارين السابقين. وجود مثل هذا الحوار هو علامة على نجاح التربية البيتية. وجود مثل هذا الحوار هو سد منيع في وجه كل المفسدين. وجود مثل هذا الحوار يساعد على نضوج الأبناء في البيت نضوجا إنسانيا وعاطفيا وروحيا صالحا. وغياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني بداية النهاية لذلك البيت الذي يصبح فقط مثل محطة البنزين لا يتوقف عندها الإنسان إلا لتلبية حاجاته من مأكل ومشرب ومنام. غياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني ضياع الأولاد على مرأى من والديهم. غياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني التفرق والانقسام، وعندها يحصل انقسام داخل البيت الواحد. وكما يقول السيد المسيح البيت الذي ينقسم على ذاته يخرب. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد لأوائل التوجيه ضرورة اختيار تخصصات مناسبة لسوق العمل. إعادة تدشين كنيسة القديس يوسف الرومي الملكي الكاثوليك في الأشرفية. الأخت سارة غنيم رئيسة جديدة لاتحاد الرهبانيات في الأردن. كنيسة الخضر في السلط معلم ديني هام يرتبط بمسار السلط التراثي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursajo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.